سيارتين من العلامة الإيطالية ألفا روميو سيلفيا وجوليا. نستعرض مع بعض بعد التغطية تفاصيل المواصفات بشكل كامل لموديل 2022، فخلونا نبدأ بعد التغطية. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا غاليين. تغطيتنا لليوم من صالة بترومين وكيل سيارات ألفا روميو بالمملكة. نستعرض مع بعض طبعا أيقونتين تعتبر هي الأجمل على أرض الواقع. بالصور تشوفها سيارات جميلة، لكن على أرض الواقع تعتبر هي الأجمل بالتصميم الخارجي والداخلي. سيارتين طبعا سيارات رياضية بالتصميم والأداء، ستيلفيو وجوليا 2022. نبدأ بالستيلفيو. طبعا سيارة كروس أوفر بدفع رباعي بتصميم جميل، تصميم رياضي وعصري مثل ما أنتم ملاحظين في الواجهة الأمامية، رادار أكيد عليها في الجزء السفلي. أما بالنسبة للإضاءات فما شاء الله الإضاءات كلها LED. تصميم الواجهة الأمامية طبعا الأيقونة هذه كل سياراتهم بنفس التصميم هذا، بالإضافة لشعار ألفا روميو ما شاء الله الشعار حتى مميز. ما شاء الله الشركة هذه يمكن سياراتها مظلومة ما تشوفها بشكل كثيف، لكن ما شاء الله سياراتهم ما شاء الله غنية عن التعريف، بكثر منها غنية عن التعريف ما شاء الله، بكثر ما إن سياراتهم أجمل. فهذا الجزء الجانبي مثل ما أنتم ملاحظين الجنب ما شاء الله جاي باللون أسود، كليبرات باللون أصفر، رياضية أكيد، إشارات بالمرايات، دخول ذكي اكيد موجود على باب السائق والراكب، فتحه بالسقف طبعا فتحه السقف بانوراميه اكيد بالكامل. كليه البنزين تمشينا كم؟ 15.6 كيلو، التقييم ممتاز بلس، بنزين 95 دفع رباعي مستمر 2000 سي سي 4 سلندر. وهذا الجزء الخلفي طبعا الوكيل الجديد لنيسان بترومين لألفا روميو، المعذره بترومين طبعا ما شاء الله وكيل جيب ودوج والفيات وكليسلر وبالأخير ألفا روميو. كل هذه العلامات وكيلة ما شاء الله بترومين. وهذا الجزء الجانبي ما شاء الله، أعطوني رأيكم طبعا غير اللون، طبعا ما شاء الله حتى اللون الأسود لون جميل جذاب على سيارات ألفا روميو، وهذا اللون الرمادي الأجمل. ندخل داخلية سيلفيو ونشوف بعض التفاصيل الجمالية ما شاء الله ما شاء الله. شوفت المراتب حتى تصميم المرتبة تصميم رياضي، طبعا التحكم كهربائي بالنسبة للراكب والسائق، وهذه كونسول الوسطي أكيد ما شاء الله إيطاليا. طبعا قبل ما نكمل بعض التفاصيل المهمة خلينا نلقي نظرة سريعة على سعر ستيلفيو وسعر الجوليا. هنا ستيلفيو 264,000 ريال شامل الضريبة، هذه تفاصيله، محرك 280 حصان، وهنا بشكل كامل التسارع ما شاء الله من 0 لـ100 في 5.7 ثانية ما شاء الله أرقام جميلة، وهنا فاصلة 2. طبعا الجزء الثاني هذا شيء، هنا 253,000 شيء من الآخر. طبعا الجزء الثاني اللي شفتوا فيه اختلاف، فالشركات تجلس سنوات حتى تتخطى هذه الأجزاء، فما شاء الله التسارع ما بين السيارتين في فرق للأمانة، التسارع في فرق حتى لو جزء من الثانية. وهذا تصميم الجوليا. نكمل مع بعض ستيلفيو بعد كذا نرجع للجوليا. وهذه ما شاء الله هنا طبعا ما شاء الله القرف من خلف الدركسون ما شاء الله بحجم عائلي. هنا التحكم بالمراتب، نوافذ كلها كهربائية، هذه المقابض بشكل كامل ما شاء الله.
ما شاء الله هنا تشغيل السيارة. يا ما شاء الله يا ما شاء الله على الجمال يا ما شاء الله. طبعا هنا غير طبعا المواد المستخدمة حتى رهيبة، ما قيس سبق شفتها علي سيارة. شاحن لاسلكي ما شاء الله. هذه الشاشات تسارع ما شاء الله، حملات اكواب، حتى الحجم هنا ما شاء الله حجم مناسب، حجم عائلي، كل شيء بحجم عائلي. ما هم مقصرين في شيء. حتى هنا الجوليا سك بانوراما اكيد، وهذا التصميم الخارجي مثل ما انتم ملاحظين. ما شاء الله هنا اجمل ما في السيارة، اجمل ما في الجزء الخارجي تصميم الجنط. اتكلمت عنه بفيديوهات سابقة كثير، تصميم الجنط ما شاء الله جميل جدا. غير كذا كليبرات طبعا مثل ما انتم ملاحظين باللون الاحمر، فما شاء الله. وهذا الجزء الخلفي، هذه سيارة سيدان اكيد، 5 ركاب واربع ابواب. وهذه فتحة العادم ما شاء الله، فتحة للعادم ديفيوزر ما شاء الله بالخلف. وهذا كاميرا خلفية، وهنا فتحة العادم اللي هنا اكيد ملحوظة. تقييم استهلاك الوقود هنا كم؟ 17 كيلو لكل لتر بنزين، التقييم ممتاز، بنزين 95، 2022 دفع خلفي. ما شاء الله سيارة بدفع خلفي. وهذا الجزء الداخلي ما شاء الله، الله يطرح البركة للي يشتري يا رب. طبعا ارباقات بكل مكان ما شاء الله. ما شاء الله دخول السيارة رياضية، تصميم اوروبي معروف، التصميم الاوروبي بشكل كامل بهذه الطريقة. حاملات اكواب ما شاء الله. هنا اكيد بنلقى الشاحن اللاسلكي، اكيد شيء طبيعي. هذا الجير، هذه الشاشة ما شاء الله. منافذ هنا 260، التسارع طبعا مثل ما تعودنا على سيارات الفا روميو بالجير اف 1. وهذه هي بشكل كامل. طبعا ما شاء الله سياراتنا اشوفها الاجمل بالتصميم، واسعارها 250 او 260، اسعارها تعتبر معقولة ومناسبة لسيارات اوروبية. اذا كنا نتكلم عن منافساتها فمنافساتها قريبة من أسعار منافساتها، لكن أنا بشوف التسارع وتصميم السيارة غير تقليدي، غير عادي. التصميم والتسارع أشوفه شيء رهيب بالسيارة هذه. إيطاليا، فلهذه السرعة 260، هنا الـ RPM 7، هنا أنظمة القيادة. طبعا السيارات فيها خروج عن المسار ورادار، بالإضافة لتشغيل السيارة بهذا الزر. والحساسات الخاصة طبعا حساسات أمامية، وهنا تحكم بمستوى الإنارة. الإضاءات طبعا مثل ما أنتم شايفين، مستوى الأمان الداخلي ما شاء الله بالسيارتين، إرباقات أمامية وجانبية وخلفية، وإرباقات بالمراتب فيها ذاكرة. طبعا بالنسبة لهذه الستيلفيو فيها ذاكرة خاصة بمرتبة السايق ما شاء الله، فيها إضافات هناك أجمل بحكم إن سيارة كروس أوفر، بحكم إن سيارة عائلية أكثر، فما فيها مواصفات أجمل. لكن فرق السعر ما بين السيارتين متقارب، مو فرق كبير، لكن بالنهاية كل واحد مثل ما يقولون لولا اختلاف الأذواق لبارة السلع. كل واحد في اللي يناسب الـ SUV أو الكروس أوفر، وفي اللي يناسبه السيدان 5 ركاب. أنا أشوف بوجهة نظري السيدان أجمل من الكروس أوفر، ف
فكل واحد برايه. هناك طبعا اس يو في دفع رباعي، فكل واحد برايه. في النهايه اتمنى التغطيه نالت اعجابكم، واكتبوا لنا بخانه التعليقات ساعدونا ايش السيارات اللي نصورها. طبعا اكثر السيارات اللي بتكون عليها تصوير بنستعجل في تصويرها اكثر. بالنسبه للسيارتين الدوج تشارجر والتشالنجر، العوالات الامريكيه للحين ما صورتها لان ما جاني تصويت عليها بشكل كثير، فباذن الله اذا شفنا التصويت عليها كثير فبنصورها بشكل اسرع. اتمنى التغطيه نالت على اعجابكم. طبعا سيارتين توا وصلت لوكيلها الجديد بالمملكه بترومي. في امان الله. ما شاء الله نسختين جي تي.